منتابع فقراتنا لليوم بحلقتنا وفقرة غذائية مع لانا عريس. نرجع منحييك لانا عن جديد، بنحكي عن أهمية الفايبرز بنظامنا الغذائي، وين ممكن نلاقيهم؟ بس هيك نحكي شوي بالتفصيل قبل ما ننتقل على الكيتشن. ديفنتلي تسمعوا كثير عن الفايبرز، الالياف، يعني اكيد الدايترز المشاهدين، الياف الياف، خذوا الياف لصحتكم. حنقول شو الالياف بسرعه، يعني انا اليوم هون ما بدي ارجع اعيد درس جامعه، بدي اعلمهم كيف ياخذوا هالالياف وقديش لازم ياخذوا. الالياف هي البارتي من النبته، يعني هي نشويات كربوهيدرات اللي الجسم ما فيه يمتصها. في نوعين من الالياف، الياف سوليبل يعني بتذوب بالماء بتعمل جل لايك، وهي اللي بتسحب بتخفف من تاثير السكري الدهون. اوكي، في الياف انسوليبل هي ما بتذوب بالماء، هي اللي بتساعد على عمليه الهضم انه الانسان يفوت على التواليت. انتم بتعرفوا انا اكتشفت من وراء شغلي انه من 90 ل 95% من العالم بيعانوا من الكونستيبيشن. هلا بارونتيز صغيره مشان الكونستيبيشن، كونستيبيشن بس مش از نوت اونلي اباوت الياف، يعني مش بس اذا انا اخذت الياف يعني رح تنحل المشكله. لا، الكونستيبيشن هي عوامل كثيره، 1 الالياف اهمها، 2 حتى اقدر تنحل الكونستيبيشن لازم اشرب معها كثير مي، ثالث شغله هي انت اخذتي الياف عملت بولس، اخذتي مي طريت البولس، عندك العضلات تعول المعده بدها تعمل موفمنت اسمه بيريستالسيس، يعني حتى تقدر تكبس هالبولس تنزل بدون ما انت تتعذبي. اند رابع فاكتور اللي هو كثير بياثر على الكونستيبيشن هو الهرمونال، هرمونال تشينجز عند النساء خاصه كثير بياثروا على عمليه الديفيكيشن وعلى الكونستيبيشن. مشان هيك الانسان اللي عنده كونستيبيشن بده كثير يطول باله، بده ينتبه. يعني لما نحن نقول غذاء صحي في بقلبه الياف، في بقلبه كل المعادن والنيوترينتس، عن جد حتى اتس هول سيستم منها الكونستيبيشن. سو الرياضه كثير مهمه، تقويه العضلات كثير مهمه. أنت في شغلة فينا نزيدها كمان هي البروبيوتكس. البروبيوتكس هي البكتيريا تاعت اللبن اللي هي بتعدل وجود البكتيريا الجيدة والبكتيريا المش جيدة السيئة بالوول لايننج تبعيت المعدة عنا. سو كمان البروبيوتك هي مش مسهل، يعني أنت مش إذا أخذتي بروبيوتك من أول نهار بيمشي الحال، لا، هي مع الوقت بتلاقي الإيفكت تبع البروبيوتك. طب والسوائل؟ السوائل كثير مهمه، لازم نشرب كثير مي مشان قصه الكونستيبيشن. سو هاي كانت بارانتيز على جنب. نرجع على الالياف. الالياف ساشا لازم بالنسبه، بتقولي لي قديش لازم الكميه؟ اكيد بالنسبه للنساء عندك من 25، نساء والاطفال من 25 ل 30 جرام بالنهار لازم ناخذها، بالنسبه للرجال عندك من 30 ل 38 جرام بالنهار لازم ياخذوها. اور كل الاحصاءات، عم بحكي احصاءات الامريكيه، بتلاقي انه الناس ما بتوصل حتى ل 15 جرام الياف بالنهار. وانا اكيد حتى ان كان رجال وان كان نساء، ان كان رجال وان كان نساء نفس المشكله. ومبين وجود الالياف كثير مهمه، يعني ما بتشوف الايفكت تبعها اول شيء على الوزن. اوكي، وهذا الشيء بعرف انه كثير ناس بيهتموا فيه، على امراض القلب، حتى على تايب 2 دايابيتس. وجود الالياف بخفف كثير من probability انه المضاعفات، يمكن غير المضاعفات انه انت يصير معك انه الانسان يصير معه تايب 2 دايابيتس، بتخفف من هالريسك هيدا. سو كثير اهميتها، ليش ما عم نقدر نوصل لها؟ خلينا نتعلم سوا كيف نقدر نحصل على هالكميه الالياف اللي نحن اكزاكت بالاكل تحديدا، وبركي بنحكي كمان عن الكميه المناسبه. اوكي طيب، أنا بلشت بالترويقة. هلا أكثر شيء الألياف موجودة بالخضار، الفواكه، القمحة الكاملة. ليش كيف أنا فيي أحصل على كمية ألياف مهمة؟ إذا أنا جبت خبزة بيضة بالفلقة تاعت الخبزة البيضة ساشا ما في 0.9 جرام ألياف. طيب يعني إذا أنا على بكره بس باكل خبزة بيضة بروتين قدامها، بعدين على الظهر باخذ رز ابيض، اوكي اكلت يمكن يخني، هذا يخني فوتت لي، بعد الظهر اخذت شوكولا، عشيه رجعت اخذت ساندويش بخبزه بيضة، اكيد ما بيطلع لي الياف. الياف ابدا. اوكي، ولا شيء. مشان هيك بليز انا حورجيكم الخبزه السمراء هون، اذا في الكاميرا تلقط لي كمان شوي، الخبزه السمراء هون في بقلبها كل هي الفلقه هيدي 1.1 ملي جرام اوف فايبرز. اوكي، انا وعدتكم انه بدي اعلمكم كيف نقرا نيوتريشنال ليبل، اذا في مجال يحطوا لي الصور. يس اكزاكتلي. بنبلش بالصور هيك من على بالصور. اوكي، هيدا للكراكات، اذا بتنتبهي نحن هون حاطين هن بال 100 جرام،
بالكراكوتاي الوحدة اللي هي هيدي، اوكي، بالكراكوتاي الوحدة اذا بنطلع بوصل انا للفيبر اليمونتير 0.4 جرام بالكراكوتاي. 0.4 جرام اكزاكتلي. اه مش بالكراكوت، بالسيرفينج هون ما حاطين السيرفينج، هي 3 كراكوت. بتصوري انه انا كمان ما وصل لي شيء مع انه هيدي الكراكوت محطوط عليها هول ويت. يعني قديش نحن بدنا ننتبه على التفاصيل، على تفاصيل قراءة المعلومات يعني الغذائية. يعني بكل منتج نحن بنشتريه. مشان هيك نحن على طول شو بنقول؟ بليز بدنا الراي بريد، يعني خبز الجودر. نكست سلايس بليز لنشوف شو حيطلع لنا الثاني. نكست دكتور. اوكي، هيدي هي هون طلعت. أنا عم بحكي عن حقيم الماركة. اوكي، هيدا اوت. انتبهتي لما أنا اشتريته مكتوب نو شوجر ادد. كثير مهم ناخذ نقول نو شوجر ادد. بهيدا القوت اذا بتطلعي بال 50 جرام اكزاكتلي ساشا هي هيدي الكبايه، نص كبايه تمام. طلعي قديش فيها فايبرز، فيها خمس تقريبا 5 جرامات فايبرز. يعني 4.9 لا فور صح؟ لا 4.9 اكزاكتلي 5 سوري 4.9 جرام which is very good. طيب كفي. Next slide please. اوكي هون شو؟ هيدي تبعيت الخبز الاسمر. اوكي لاحظي كل التو في بقلبهم قديش؟ في بقلبهم 1.8 جرام كمان. التوست يعني قديش هيدا في بقلبه اكثر؟ بتفهمش انا شو عم بعمل؟ عم بحاول اعلم المشاهدين يختاروا النوع exactly. الغني بالفايبرز اكزاكتلي exactly. اكزاكتلي على اكلنا. نكست سلايد بليز. اوكي انا هون كمان جبت الخبز هيدا القوت اللي هو خبز نخالي. بنلاحظ انه في بقلبها جرام 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 بهيدي الفلقه في بقلبها جرام اوف فايبرز. سو بليز تتذكر انه سو بست تشويس هي القوت والراي بريد اوكي خبز الجودر. اوكي انتبهتي لما قلنا الناس اللي وزنهم هن جيد هن ناس بينتبهوا على التفاصيل لما يقروا النيوتريشنال ليبل. انت لما قلتي والله خبز نخالي او اخذتي التوست الاسمر بتفكري انه فيهم كثير الياف او حتى من دون ما تقري على الليبل لانا اللون كمان بيفرق. يعني بين الخبز الاسمر والابيض بقول اه الاسمر يعني صحي اكثر ما راح ينصح ممكن يلونوها شو قصدي؟ سو كله له تاثير كمان. سو انت لاحظتي اذا نحن اخذنا نص كبايه قوت اخذنا اوريدي 5 جرامات، واذا اخذنا نحن 2 او 3 من الراي بريد 2 او 3 من الراي بريد نحن طلعنا تقريبا 3.6 ل 4 جرامز اوف اوت. ونرجع نذكر نحن بالنهار قديش لازم ندخن للمرأة أو للرجل؟ للمرأة حنقول من 25 ل 30. يس بعد عنا أكيد كثير. طيب هيدي بالنسبة بالنسبة للترويقة. أورايت إذا بتلاحظي أحسن شيء عندي أنا على فكرة الليستات طوال، يعني ليستة الفايبرز بكل شيء للمهتمين إنه يعرفوا قديش في فايبرز بكل عناصر غذائية فيهم يفوتوا عنا على الفيسبوك او على الويب سايت اذا حطوها على الشاشه. أوكي. حتى نحن حنعرضها حتى اللي يقدروا يعملوا كالكوليشن. هلا اكثر شيء في بالبقوليات اذا بتنتبهي انا معي هون حمص عدس اند فول. بكبيت العدس بتعرفي قديش في المطبوخه 15 جرام فايبرز. واو بالفول الاسود كمان 15، بكبيت الحمص 8.5، بالفاصوليا الحمراء 16 جرام. مشان هيك انا بوصل على بس نسب مهمه نسب يعني كثير مهمه. ايه مشان هيك بنقول بالنهار يو انكلود على الصبح مصدر اوف فايبر جاي مثلا يا اما من الشوفان مثل ما نحن شفناها او من خبز الراي اللي هو الجودار. على الظهر او على العشيه نوع من الحبوب بنفوت نوع من الحبوب. حتى في نوع ثاني على طول نحن بنحكي عنه وبجنن ساشا اللي هي الفريكة الكينوا والبرغل. الفريكة دخلناها بكذا بلا كمان مع الشيف احمد عيتاني. اكزاكتلي الفريكة هي بكل المصادر بيحكوا عنها فكرة بسموها فريكة هي ذا نيو كينوا ذا نيو ايرا كينوا. ليش؟ الفريكة قديش فيها؟ كل كباية مطبوخة فيها كمان 10 جرامات فايبرز كمان نسبة مهمة. اكزاكتلي البرغل فيه 8 جرامات فايبر والكينوا في بقلبه 5.2 5.2 يس الكبايه. سو لاحظتي قديش الفريك مهمه؟ سو مع انه الكينوا يعني مفتكر كثير غنيه بالفايبرز طلعت اقل كمان exactly. من الفريكه فيها مرتين لثلاث مرات زياده عدد الالياف من الكينوا.
والبرغل كمان في بقلبه. هلا الكينوا اكيد في منافع ثانيه كثير منيحه. اكزاكتلي بس هون عم نحكي 1 كاب كوكت مثل ما بدك يعني كبايه وحده هالقد بتحتوي على فايبرز. لحظه انا حاعمل انا وياكي هيك شوي تعملي معي كالكوليشن. على الصبح اخذنا 5 جرامات من واحد من المصادر اللي قلنا عنه، على الظهر اذا اخذنا مصدر من الحبوب او مصدر من هيدول الالياف قديش اخذنا؟ كمان شي 10، صار عندك 15 جرام اوف الياف. في بدي ورجيكي شيء كثير حتستغربي منه ساشا، السلاد. امبارح انا عم بعمل ريسيرش تبعيتي، يس، شفتي هيدي السلاد؟ تقولي ياي السلاد اكثر شيء فيها الياف، بس اوفيت كل هيدي السلاد ما طلعوا فيها 3 جرامات الياف، يعني بدي كبيتين خس ليطلع لك جرام الياف. طيب كيف فينا نحن نتذاكى؟ بدخلها شيء. برافو عليكي. السلطه مرت الماضيه. ثانك يو، لاحظتي ليش نحن بنقول على طول التنويع بالسلاد؟ في كان حلقه عن السلاد لحتى تعطيكي منافع، لازم نوعي لها بالالوان بعده الفيجيتابلز. طلعي انا شو عملت؟ بمجرد ما زدت لها نص كبايه كدني بينز فاصوليا حمراء، قديش زدت؟ زدت 8 جرامات. واغلبيه السالادز بتحضريهم لانا او من لوكال تحديدا بيجوا فيهم كلياتهم كومبوز. بعدين زدت عليها وحده ارديشوكي قد ايه فيها؟ 10 جرامات. ان زدت عليها جزره وحده اللي فيها 1.7 لحاله. هيدا الطبق كلياته يعني هيدي السالاد مع هيدول اللي قدرت اعطي كومبينيشن اعطي قيمه غذائيه نعطي فايبرز، صرت 22 جرام اوف فايبرز. واو. اوكي؟ اوكي. طيب شغلة اللي بدنا نعجل شوي، بدي اعجل بالمين كورس. اوكي، اذا انسان عم ياخذ مين كورس، اعطيتك مثلا السباجيتي، سباجيتي كبيت السباجيتي الهول ويت اللي فيها يعني قشرة القمح كاملة فيها هي 6.4 جرامز اوف فايبرز، والتوميتو صوص النص كباية اللي هي 1.7، يعني أنا آخذة هون طبق في بقلبه 8 جرامات اوف فايبرز. كمان نوت باد يعني. فيري جود، بس انا اذا بدي اخده بيضه كان فيها بس جرام واحد اوف فايبر، يعني اللي بس بدنا نقوله الفايبرز بتجي هي من القمحه، بس القمحه ما لازم مثلا اذا برودوي قالوا لك هذا كله من القمح مش يعني في فايبرز، لانه القمحه لازم تكون قمحه كامله لنحصل على الفايبرز. طيب في اخر شغلتين السناكس، خلصت تقريبا. في عندي البازيلا والرز. وهون ما حكي هو شو هيدا فلاكسيز. كمان كنت عم اكزاكتلي مع الحبوب، مع ان ات فلاكسيز مبين معنا بس اكيد لازم نطحنها حتى تعطي خصائصها. مع الات فلاكسيز وحده في بقلبها 3.3 ملي جرام اوف فايبر، يعني انا مثلا على السلاد تبعيتي على البارد على البارد على الاكل بدي احسن، يعني اي ونت تو انهانس القيمه الغذائيه تبعيت الطبق تبعي بالالياف، باخذ مع الات فلاكسيز وبرشها غير الاوميجا. عم بحكي أوكي. عن الالياف. اوكي، مثلا وصلت على بازيلا ورز. اوكي، انا قلت لها لنيفين، قلت لها انا ما كثير بحب الرز الابيض. ليه؟ كبيت الرز الابيض عاده قديش في بقلبها؟ في بقلبها بس 0.8 جرام اوف فايبرز، بينما لما انا اعمل رز اسمر قديش في بقلبها؟ 3.5، يعني تقريبا 3 مرات زياده. طب از كالوريز عم نحكي فايبرز، كالوريز بيفرق؟ على فكره بالبوم كالوري ميتر زيت الكالوريز، هاو ايفر نحن بجسمنا بكل شيء. اوكي، بكل شيء زيت الكالوريز مش انه اسمر ام هيك يعني بيرجع للكالوري اقل كالوريز ذكرتيني. لا ذكرتيني، بيقولوا لي اكلنا خبز بس اسمر. طب ايه؟ اسمر بس في كالوريز، بس اكيد الايفكت لما يكون انت قمحه كامله بجسمنا بتخفف من الالم. عم بيقولوا لي تايم اوت، شيء هيك نصيحه بشكل سريع. اوكي نصيحه او كاسناكس بليز. نحن قلنا البلاننج على طول هو اللي بيساعدنا انه نحصل على طبق قيمته الغذائيه عاليه. لاحظي بالسناكس هيدول اخر شيء بيسالوني شو بناخذ سناكس صحيين في بقلبهم فايبرز. 3 كبايات بوب كورن مثل ما عملتهم هون بدون دهن جاست بوب على الهواء 3.5 جرام اوف فايبرز. سان فلاور سيد هيدول بس هالقد بذر دوار الشمس. بذر دوار الشمس شو بعد عندنا هون؟ 4 جرامات. لوز 3 جرامات ونص. اخر شيء الترموس 3 جرامات ونص، هدول فور افكار للسناكس. يس ثانك يو لانا، كل هالنصائح الغذائيه بس نعرف شو نختار مثل ما حكينا ليكون يعني اكزاكتلي غني بال نعرف نقرا النيوتريشنال انفورميشن ليبل. ثانك يو لانا، بنشوفك نكست ويك اذا الله راد. رح نروح لعند نيفين وكمان باقة ورد تكون مناسبه للام الولدت يعني عن جديد او حديثا مع